انا ما خاطر هي هو الموضوع مربوط بالخلفيه، فهمتوا؟ كي تبدا الخلفيه الظلام وجهك يعطي اضاءه الظلام، كي تبدا الخلفيه يا سحر. اي صوتك نتاع اخواتي متابعين بعد تولي اي يقولوا لي شبيها. ارا مام ربي يسعدك ويهنيك عايشك. رحمة رحمة لازم ما تهبط تجيبني وترجع. جماعة اللي يكتبوا إنه ضحى شو؟ فنزيتي، اكتبوا لي تعليقات قلوب حمر. فنزيتي كان نكدت عليكم اليوم، سامحوني. بحب ديما تيجوا لبثي تكونوا مبسوطين مشرفيني، فنزيتي متابعاتي متابعيني، والله بحب إنكم تيجوا البث تضحكوا. سامحوني كان نكدت عليكم الفترة هذه، والله سامحوني. بحب تغيروا جو، تضحكوا، نعمل اجواء، تاخذوا مني هكا القوه، نصير نسكل هيك نقول لهم لا ولا ولا، ونصيحوا على جماعه البرنامج. ودائما خذوها قاعده، اللي يصيح كثير من الداخل هذا مغلوب على امره. خذوها قاعده، اللي يحكي انا بصير صحت فانتوا. دايما بحب اعمل لكم اجواء، بحب يعني والله بحب انه لما اطلع للشارع نقول يو ضحى والله البارح ضحكتينا، والله البارح بسطتينا في البث، والله البارح البث طبخ حنوش يا قلبي يا حنوش، والله البارح ضحكتينا في البث، والله نرجع لكم بلايفات طبخ. وبوعدكم بوعدكم وعد انه يمكن ياخذ فتره انه نقعدوا هكا لايفات عاديين، لكن والله بوعدكم راح تشوفوا ضحى في اقوى صوره في العالم، وراح تشوفوها في اقوى الاماكن في العالم. انا في يوم من الايام كان بثي فيه 2-3 اشخاص، قلت راح اوصل للمرحله هذه، وصلت والحمد لله. انا ضحى، انا من صنعت الارقام، مش هي اللي صنعتني، انا جبت الارقام، وانا اللي جبت المصاري، وانا اللي جبت كل شيء، وانا اللي بوصل للمكان اللي بدي اياه. بعد عادي كنا بنتعب وكنا بنضحك وكنا بنعمل وكل شيء بيصير فينا، لكن لازم نكمل، لازم تواصل. ربي قال لك اسعى فاعطيك، اسعى فاعطيك. انت متابع الي، اليوم شفتيني نبكي، بكره شفتيني منزله صوره مع ماركات كبار بشتغل معاهم، تعلمي مني، هاي امبارح ببكي وبكره بشتغل. انت قسما بالله يا جماعه مره مالهاش 3 اسابيع الكراسة هذه بتشهد، هاي والله باش تشهد. ببكي وبكتب في إعلاناتي، والله ببكي وبكتب هيك في الإعلانات في الليل وبكتب في الإعلانات.
أنا ما عندي شغل يعني، اشتغلي على حالك وكملي على حالك وعادي، ويصير فيك وبش يصير فيك أكثر من هيك، وراح يصير فيك أكثر من هيك، وكملي واشتغلي واخدمي، احنا نقول واخدمي واقري، كانك انت في مدرسة اقروا على حالكم وتعلموا. وأكثر إشي بحب أقوله لمتابعاتي والبنات اللي تتابع فيا، ما في إشي اسمه مستحيل، ما في شيء اسمه مستحيل. كلمة مستحيل إلغاها من قاموس حياتك، كلمة مستحيل إلغاها من قاموس حياتك، كلمة مستحيل هذه، كلمة مستحيل إلغاها، ما في شيء، ما في شيء يعني كل شيء. أنا في يوم من الأيام كنت ما عندي، في يوم من الأيام كنت ما عندي كيف أطلع، ما عنديش ملابس، ما عنديش كيف أشتري ملابس، في يوم من الأيام كنت ما عنديش شو أكل، دايما اتعلموا من المشهور اللي اتبعوا فيه، ما تتعلموش من قصص حياته، صار فيه، شو صار فيه، شو صار فيه، لا اتعلموا انه هو صار كسر فيه، لكن هلا هيو ناجح، هيو مقدم، هيو يشتغل هناك، والله يتعلم من بعد كسره. هاي نحكي لكم شيء، اجت فانزيتي صح يعرف ضحاها مرة، تابع في جورجينا مرت كريستيانو، بتابع انا مشاهير يعني، مرة قعدت 3 أيام بتابع في جورجينا، تعذبت كثير المرة، بكت كثير، اشتغلت الفقر كثير، من الفقر هيها من أقوى المراكز، صار فيها هي وكريستيانو، صار فيهم الأعجب، جورجينا صار فيها الأعجب، لكن كي تفرج بحياتها التعلم اللي هي طاحت وقامت. اتبع حياة جورجينا؟ اش كنت تبع حياتي؟ شكون سنين صبري؟ متبعش حياتي، طبعا نعرف تبع حياة ضحى العريبي، ركزة في حياتي في الدراما بشكل صار في حياتي انا. يا خوتي نحب نعمل حياتي فيلم نتفليكس، سيبيني نعرف. أنا ماما ليلي ريحتها خايبة. بعدي يا هي هكيك تتهز القطوسة ملا كيفيه ليو، بعدي عليا ريحتك خايبة. نغني لكم، احكي لعليها يا بابا، احكي لعليها، احكي لعليها هالدنيا وكل اللي فيها. هي كده تقول بقى تنحطها. انا بابا صغيرة وفي حيرة والدنيا في عيوني كبيرة. وينك؟ عين حطها. استغفر الله العظيم، والله لازم واحد بعد لازم. تعرف شو نعمل؟ تعرف شو قررت أعمل جماعة؟ رح أضل فترة ما أبث واروح اسكن في الصحراء وابيع تليفوني، ابيع تليفوني واسكن فتره في الصحراء، ارطح هذا. فين ولينا؟ ولينا هيك هيك، ولينا هيك. الله يجبر بخاطر كل حد. والله راح أسكر مدة لبين ما يخلص هالترند، ضروري
حسيت وجهي تعبه، حط صور حط غرا حط صور حط غرا حط خلاص خلاص فكرتكم عاد فهمتوا خلاص. يلا يلا انا نحكي معاكم، انا نحكي مع متابعين، احنا اللي راح نكمل مع بعض، انا وانتو راح نكمل مع بعض يا عمري يا جايبي، فهمتوا؟ فخلينا كبار، الاطفال اللي عندي اللي حط 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 طلعوا لنا شويه على جنب، شويه على جنب راح افهمكم على جنب انتو، فهم؟ خل احنا راح نكمل مع بعض، انت تحبوا بث مبسوط وتحبوا اجواء وضحى تبع زمان، ايش بيك ما ضلش مصاري، خلينا نعملوا اجواء وخلينا ضحك وخلينا نضحك، والدنيا حلوه بس نفهمها، والله الدنيا حلوه بس نفهمها، والله راهو كي نتحطوا يا اخي يا اخي ما سالتوش حالكم ليبيا قاعدين يموتوا اليوم، ايوا فما ناس تحت التراب في ليبيا، والله حكيت تليفون اليوم ناس تحت التراب، احنا مواضيع تافهه هذه راهي مواضيع تافهه، مغرب اش صار فيها المغرب، ربي زلزلها ربي عمل فيضانات، ما شفتش انا ما شفتش التيك توك حكي على ليبيا والمغرب، شفتش مشاهير عملت ضجه على ليبيا والمغرب، هات خلينا نطلعوا ترند بليبيا والمغرب، خلينا نحكيوا عليهم، خلي الامه العربيه الكل تزعزع على المغرب وليبيا، هات خلينا نترحموا عليهم، شنو رايكم كان التيك توك كامل يترحم عليهم، شنو رايكم نصحوا بكره الكلنا نترحموا على ليبيا والمغرب، هذه مش استفاده، ان ناس ماتت ماتت الناس ماتت ماتت، واحنا نحكوا اخذت ما اخذت قالها ما قالها، والاخر يتحاسب تو الاخر، مش الاخر تحت التراب، ثم ناس في الفيضانات في ليبيا مازلت حيه ما تحت التراب، ربي عطاها روحها ما مازلت تحت التراب، يسمعوا في اصواتها يسمعوا في الاصوات نتاعها مش عارفين كيفاش يخرجوهم، قلبك ما يجعكش قلب قلوبنا قلوبنا ما ماتتش، ناس في ليبيا مات يعني يسمعوا في الاصوات نتاع ناس تعيط تطلب في النجده، يسمعوا فيهم في ليبيا في دارنا مش عارفين كيفاش يطلعوهم، نفتح التيك توك قالها ما قالهاش ردت ما ردت، ايوا اطلبوا الرحمه الناس تموت، اطلبوا الرحمه على اللي ماتت، كنا رانا نغلطوا كنا بقول لكم انا اكبر انسانه اكبر انسانه غلط، لكن لكن ربي زعزعها في الفتره نتاع هذه نتاع سبحان الله، نقول ربي انا على خاطري انا هاو عمل لي مشكله وزعزعها منا وعمل فيضانات، راني موجود رد بال ربي قال راني موجود راني موجود، خاف ربي عمل منا في نفس الفتره عمل زلزال رد منا جاب انا وقت وقسما بالله قاعده في بلاصتي نقول ربي بشي يعمل اي حكايه تو، معناها تونس جاب حذانا بليبيا وجاب حذانا بالمغرب وش صار من عرش في فترة صار من عرش في فترة في فترة صار من عرش في فترة والرسول طيب حلو يلا نذكروا ربنا، شو رايكم نذكروا ربنا؟ شو رايكم نقولوا له مثلا يلا بث كامل نترحموا على الاموات؟ خلص شو بدنا بها الصوره احنا؟ فرجينا ليبيا شو صار فيها؟ ما بدناش بالاغراض، اغراض والاول ما باخذهم باش عارفين من النار بحرقهم. هات نحكوا على ليبيا. ولا شفت مشهور طلع وعطى يا اخي سكين لا صالح ليبيا يا اخي وصالح وداعمين ليبيين يشهد البرنامج على الداعمين الليبيين ويشهد على البرنامج ويشهد ليبيا شو ساعدت بلدان اليوم صار ومرحكه فيها ولا مشهور بس ليفات ومصاري انا كبنتي ولا الاخر يقول لك ضحى ولا الاخر قال لك ضحى طلعت اش تحب نعمل خي راني من بلاد البيض حرف مشكلتي حتى انا راني طلعت قالوا لي مصلحه خي انا راني
آخ ناس قاعدة تموت راي والله والله. ذكروا ربي ذكروا ربي ذكروا ربي في المواضيع عذومة. إيش صار في المغرب؟ إيش صار في ليبيا؟ ريدر يا ريدر والله والله شيء يوجع القلب شيء مش. ميت هلا بجيتكم. تذكروا الموضوع، ترحموا على أخواتنا في ليبيا وترحموا على أخواتنا في المغرب، وديما نذكروا لي فما رب في الوجود. والله بالله قبل ما نرقدوا نذكروا، أنا قبل ما نرقدوا نترحموا عليهم. والله سمعت أنا اليوم جاني اتصال من ليبيا، والله قالوا لي إنه من درنا إنه نسمعوا في أصوات مش عارفين كيفاش نطلعوها. الله يكون في عونهم. ضيت هلا بجيتكم، الأرض ما شالتكم. هلا دمت، كيفك؟ الحمد لله. والله انت كيفك؟ الحمد لله. تعالي نسكر لك ملفك. انا اسكر لك ملفك. تعالي كيف سوين شي شكل كان شنو تعملين؟ ليش ما يزبط؟ زبط هلا زبط. اوكي كبسول شيشة كبسول. جولة واحد ولا جولتين؟ جحفلة جولتين. جماعة تكبيس على الشيشة، ثلاثة كبسات على الشيشة. تكبيس تكبيس. الله كفز كفز على الكفز على الكفز. شو هذا؟ هلا والله. أنا قلت لك سكر ملفك. تعال تشوف فيلم. تشوفي فيلم شنو تعملي؟ جماعة سكور فرصتنا في الدبل ولا في التريبل. شو ماله هذا؟ مين اللي دعم؟ بس الجولة ما بلشت. أنا جاني كفايس ضربون أسد. شو صار؟ 5x يا 5x خمس خمس. هذا دبل هذا تريبل هذا شينبل. دبل تريبل فور فايفابل فايفابل شي ما قلبي. شكرا. هذا عن جد شيني من يعرف. شوفي انت شفت فين؟ دبل دبل فنان. الدبل هدية بعشرة الاف نقطة. عشرة الاف؟ امبراطور شاهين هدية بعشرة الاف نقطة جماعة. هدية بعشرة الاف نقطة جماعة. هدية بعشرة الاف نقطة جماعة. صديقتك جنبك. صديقتي جنبي. حلو. سلام صديق دع. قلت لك سلام صديق التحف. سلام. كيف تحكي لنا قصتها؟ كيفك حبيبتي؟ مرة صديقتي
الدبل الدبل. مرة صديقتي تشاهد في بثك قالت لي ديمت عندها قصة. أنا عندي كتير قصايات. أي واحد على آه هاي كي طويل مرة بعدها بقول غريبة شوي. شو غريب قصة؟ غريبة مفهمتيش حتى مفهمتيش تحكي فيها وكلامها مش مفهوم. أنا الله يرحمني بعدها مرة تاني ما تتغلق كي حكيت دائما صدقتيني تضحى ميتة أنت؟ يس بالحق مالش تعملي بحا بلا باش تعملي طو لا متت يعني ميتة بعد المرة الثانية عشيت آه متي وحيتي يس يعني هيك الأسة هيك صاير قبل من يعرف قبل شو؟ بنت ماتت ماتت بعدين كيف حيتي؟ من يعرف اني حياة ولا مش حياة بس هيك يقولون آه لا ماني بنت شوفي شو صار بنت ثاني موت الله يرحمها آه مش شفتي مش شفتي هي ما طفلة بتجيلهم أنا يعني شوف كيف أقول في بنت تمام موت الله يرحم بعد ناني جيت على الدنيا هذا الأم هالبنت اجت على بيتنا قالت هذا بنتي هي في الحلم شايفة بنت جاي قايل يا ماما أني في هذا البيت برج بيت مالنا بتفرج قايلة ماما أني في هذا البيت جيت على الدنيا لا تخافين علي وهذا المرة جاي من صبح على بيتنا تقول هنا في بنت اجت جديدة على الدنيا أمي يعني جيراني قايل ايه ديمو اجت على الدنيا يعني أنا بعدين أنا بابا شايف حلم كبر أزرق بنت تقول أنا جاي يمكم بعدين أم البنت اللي ماتت قالت أنا بنتي قبل تموت عملت وصية كبرى أزرق كبرى كبر أزرق يعني موضوع مرة طويل أصلا كملي ما جبتنا الحكاية بعدين أنا جيت الدنيا أنا صغير وقت شايف أمي أنا قايل هذه أمي أمي الثاني أم البنت أنت وحدك قلتي أنت قلتي هذه أمي وحدك أنا صغير لما هذه المرة تجي على بيتنا أنا قايل عليها أمي وتتذكري حياة البنت بعدين اخذيني على بيتهم لا شو عاملين اخذيني على السكاك مالهم بيشيني سكاك يعني طريق على طريق بيتهم بيشيني في الطريق انا رايح ذاك بابهم ما اعرف البيت يعني ذاك بابهم قايل انا جيت افتحون باب بعدين داخل جوا شايفي فوتو اني اللي البنت اللي ماتت قايلة اني وين ذهباتي كلهم شاملت احكي والله اني صغير هيك انتي حكيتي هيك هي قالت من ذهباتي هيك ايه اني قايل شوفي حتى من صغري احب الذهب بعدين بعدين اني حكي هيك متات هيك صار ضرب يعني السيارة وقع أني البنت كيف ميتة تعرفين كيف سيارة واقع على الطريق على هنا فايت حجرة أنا جيت على الدنيا هنا عندي جوا نفس المكان لا بعد راح مضل حتى دكتور قايل يمكن البنت يعني مو طبيعي يعني بعدين بالضبط